يا على الخلق
يا
نتكلم عن تكملة موضوعنا فيما يخص أنصار أهل البيت حتى أنصار الإمام الحسين الذين قال فيهم أبو عبد الله ما رأيت أنصارا أوفى من أنصاري. وعلى رأس أولئك الأنصار والأصحاب البطل والزعيم الكبير حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه. أن نتكلم بصورة مذهبة عن أنصار أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا مما أنه يحتاج إلى وقت طويل. وفي الحقيقة إذا أردنا أن نأخذ قصة رجل منهم إنما ذلك يحتاج إلى تأليف مجلد فخم، ولكن نذكر نقاط مهمة التي تروج في قلوبنا إن شاء الله العقيدة وتدفع نفوسنا إلى الأمام متأثرين بأولئك الأبطال والرجال الذين هم مهدوا لنا السبل وأوضحوا لنا الطريق بدمائهم وبأفكارهم وبعقيدتهم السليمة الحرة التي غير مستوردة وغير مكتسبة من هنا وهناك. أنصار أهل البيت من بداية التاريخ وكان أولهم أبو ذر الغفاري. واعلم أن تسمية هذه الطائفة بالشيعة هي ما جاءت وليدة نهضة الحسين كما يسأل الآخرون ويقول هل أن الشيعة جاء اسمهم من يوم كربلاء، يعني من بعد ما جاء الإمام الحسين حيث وجد هناك يبكون ويلطمون وكذا واكتسبوا هذا الاسم؟ لا، في الحقيقة أن اسم الشيعة هو آية في القرآن الكريم من الله سبحانه وتعالى حينما يخاطب إبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم مثلا. لكن نأتي إلى بداية هذه الشيعة ونقطة الانطلاق التي انطلق منها الشيعة من هذه الأمة هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا القول يذكره أحمد بن حنبل في مسنده ويذكره ابن مسعود في إثبات الوصية ويذكره ابن حجر الهيثمي في الكتاب المسمى بالصواعق المحرقة ويذكره المحب الطبري في الطبري ويذكره ابن الأثير في الكامل الجزء الثاني. وهكذا أقبل هذا الخبر يتوالد من كتب جميع المسلمين وبتوقيع كلهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي الأمير المؤمنين في يوم ما يا علي أنت وشيعتك الفائزون. اللهم اجعلنا من شيعة أمير المؤمنين أنت وشيعتك الفائزون. وهكذا ترى أنصار أهل البيت من منطلق هذه الكلمة بمعنى الذين هم يوالون أمير المؤمنين ويتحمسون له ويتأثرون، وتأثرهم لأمير المؤمنين هؤلاء الشيعة ولأبناء أمير المؤمنين ليس من طريق المصادقة ولا من طريق المحاباة والأخوة والمؤاثرات ولا من طريق العواطف، لا، وإنما عرفوا أن الأرض لله والحكومة لله وأن الله سمى لهذه الأرض خلفاء وأولياء وجعل مرسلين وجعل لهم أوصياء، ومن هذا الباب عرفوا أن محمدا رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين خليفة رسول الله وولي الله لا يسبقه بهذه الدرجة أحد. وحينما انعكس الرأي على ما جاء متدرجا في التاريخ فأولئك الجماعة ما مد يد المسالمة، ولذا أنه واجه التعذيب والعذاب والنفي والتشريد حتى أن أبا ذر الغفاري نفي عدة مرات وردد وقوبل بالاستخفاف
وقوبل بالإهانة وحقر ومنع من حقه، وكان يتكلم على رؤوس الأشهاد لا سيما بالوقت الذي اتخذ عثمان دولة الله أو مال الله دولة، وأخذ يقدمه على بني مروان. ولو قرأت تاريخ مروان بن الحكم لرأيته طريد وابن طريد لا يملك من حطام الدنيا شيء، ولكن في أيام عثمان صار يملك الأموال ويملك الأراضي والقصور والمكانات العالية والطويلة والعريضة، وأبو ذر الغفاري وأمثال أبي ذر الغفاري لأنهم يوالون علي بن أبي طالب يلتحقون السماء ويفترشون الأرض. وكان يأتي أبو ذر مع هذا كله فيقف في مجلس الخليفة الثالث فيصيح بأعلى صوته: أيها الناس اسمعوا قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى به جباههم وجنوبهم وظهورهم. فكان يتكلم بصراحة ولا يبالي، حتى انه نفي الى الشام. وكتب عثمان رسالة الى معاوية ان هذا الرجل راقبه وضيق عليه وانزله خارج البلد واقطع عليه رزقه. وفعلا جاء بابي ذر الى الشام، وابو ذر قد توالت عليه اشياء خمسة: الفقر، المرض، الانعزال عن الناس، الغربة، فمع هذه القضايا كل اللي مستمع عليه ترى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتكلم عن فضائل اهل البيت وفي مساجد بني اميه، وكان يمشي ويقف على باب معاويه ويصيح باعلى صوته: لعن الله الامرين بالمعروف التارسين له، الناهين عن المنكر المرتكبين له. ولما تأتي العمال تجر إلى معاوية يصيح: جاء القطار تجر به النار. فمعاوية رأى نفسه غير مرتاح من وجود أبي ذر. وأبو ذر بهذه الكلمات عزل المجتمع تقريبا عن دولة أمية، حتى أن أبا ذر أخذ يستعمل وسائل أخرى مع وجود ذلك الضغط ومع وجود الإرهاب والمراقبة. كان يأتي إلى أبواب الأشراف المعروفين فيطرق الباب ليلا فيخرج ذلك الشريف: فلان. قال: نعم. قال له: من ربك؟ قال: الله ربي. من نبيك؟ قال: محمد نبي. من دينك؟ الإسلام ديني. قال: إن كنت هكذا فإن ربك وإن دينك وإن نبيك وإسلامك وعقيدتك يمنعون عليك أن تصبر لحكومة معاوية بن أبي سفيان. ولله نهاية معاوية. حقيقة شيء عجيب غريب، حتى أن معاوية قال: لا بأس أرسل له هذه الليلة 1000 دينار، لعل الرجل هذا من فقره. الإنسان مغلول، أو الكلمة هي لأبي ذر بحد ذاته، يقول: عجزت للفقير كيف لا يخرج شاهرا سيفه على الناس حتى أرسل إلى 1000 دينار. هاي لك يا أبا ذر، قال: إيه لي الرسول كذا، يعني مش هاي لك كذا. بالوقت أبو ذر قسمها على الفقراء والمساكين، بالوقت ثلث واحد ما خلى منه، حتى انه لما اصبح الصباح واذا ابو ذر ازاد الطين باللبن. بالاخير شاف هذا ما ينفع معاوية، ارسل الرسول في الليل الثاني على ان قل لابي ذر ان يرجع الينا 1000 دينار. فما كان هو المقصود وانما اردناها لغيره، ولكن توهمنا ورجع اليه. قال: وأين الأزمة؟ قال: مرة صعبة. قال: يجوها معاوية. قال: في الحقيقة قسمتها على أشخاص وأخذ منهم فلان وفلان وبقى عين بعد روح النور في الأبواب. فكتب معاوية إلى عثمان: أنا أنقذ هذا الرجل، فأنا لا أستطيع مقابلته، وليس من الممكن أن يبقى في الشام لأنه يفسد علينا البلاد والعباد. وأبو ذر ما خرج من الشام إلا خلف هناك براحم أخذت تنمو وتعلو وتكبر وتثمر حتى سحرت الدنيا على دولة أمية، وهم من أبرم الشيعة ويسمون بالمربين أو يسمون تربية أبي ذر رضوان الله عليه. على كل رجعوا بأبي ذر
حتى أن عثمان أرسل عليه وقال له اختر أي منطقة أنت تكرهها في حياتك، يعني أبغض منطقة إلى كله. قال الربذة، أي الربذة المكان لا ماء لا سنان. على كل حتى أخرجه هو وزوجته وولديه وعزته، أخرجه. وأنت خبر عثمان أن الذي يشايع ويتابع ويودع أبا ذر تبرأ منه الذمة. يا ولي خرج في توديعه، يعني خرج طلع أقول خرج مروان بن الحكم يقول فكان أبو ذر الرجل المسلم المجاهد يلتفت يمنة ويسرى كأنه ينظر إلى أهل المدينة أموات، ولا منهم رجل يخرج في توديع أبي ذر ويقول في أمان الله إلا اللهم إذا كان شخص ينظر من النافذة. فبينما أبو ذر وحده يخرج ولا أحد يودعه وهو منسي، وكل ذنبه لأنه يداعي بحق الفقير وأنه والي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإذا بصوت من خلفه وقائل يقول ويحك مروان تأخر، التفت أبو ذر المنام الصوت وإذا علي بن أبي طالب الحسن الحسين عمار، حتى قال مروان يا علي إن الخليفة أمر أن لا يتبع هذا الرجل أحد ولا يودعه أحد، أنت تريد تودعه قال عن توديعه وكذا، قال له ويحك ومن الرجل، ثم هزه وكاد أن يضربه في الحائط ثم أنزلوه وودعوه فبكى. يقول لما بكى الإمام الحسين تبرع ليبرد خاطره، قال ولماذا تبكي يا عم؟ إنك خفتهم على دينك وخافوك على دنياهم. قال والله يا سيدي ما أبكي لما بي ولكن أبكي على صراط وجوهكم. قال إنك ستلتقي بوجوه حسنة إن شاء الله وستلتقي بوجه رسول الله. الحسين قال أبو ذر يعني أنت راح تموت في طريقك هذا. وفعلا أبو ذر المسلم المناصر المجاهد من البداية، والذي تقريبا بموقفه الحر الأول انطلق اسم الإسلام وسعد المسلمون، وإذا به ينزل ريفا فر بدا في أيام باردة شتائية ولا يملك من الغطاء إلا عباءته، حتى إذا جن الليل ونزل الجليد غطى أبطاله الثلاث وزوجته بعباءته، وما أصبح الصباح إلا وزوجته الضعيفة أصبحت ميتة من شدة البرد، وما مر اليوم الآخر إلا ومات ولدا، وجاء اليوم الثالث والرابع ونهاية الأسبوع وإلى بأبي ذر يخرج في وقت غائم، وترى الغيوم بعضها يلف بعض، وما ترى إلا الرمال يثيرها خفيف الرياح، وبعد تساقط الأمطار القليل والبرد الذي التف به وبرعته، وإذا بقدمان يترعبلان، فقالت ابنته ما بك يا أبا؟ قال هي المنية يا بني. قالت أبا وإذا مت أنا إذا لمن أذهب وإلى أين أروح؟ ومن يقول ولي البنت يا نور العين؟ ثم إذا مت يا أبا في هذا المكان من يسعدني عليك؟ ومن يقوم بتجهيزك؟ حتى لا طفلة صغيرة لا أبلغ من العمر إلا 8 سنوات. هذه الكلمات والعبارات من البنت الحنونة العطوفة الرقيقة مما أثر في قلب أبي ذر وأجرى دمعه الساخن، ذلك الدمع الذي يخرج أخرس على وجهه، إلا أنه يهز رأسه ويقول يا بني أما من حيث تقضي فتعزي بعزاء الله، ولا بد من أن الخليل يفارق خليله والحبيب يفارق حبيبه، وفي الآخر إذا أنا مت قفي على طالعة الطريق، فإني سمعت رسول الله يقول وما من حمل يقع في مكان إلا ويهيئ الله من يعين على حمله. يقول بهذه الكلمات مد أبوه الرجلين وأسبل يديه ونظر بعينيه التي كلهما شفقة ورحمة وحنان لابنته الصغيرة مودعا لها، وإذا بها تقول أبا هداع الوداع، فغمضت عيناه وبات أبو ذر غريب بلا وتاد بلا فراش على الرمل، ليس له من يبكي إلا تلك البنت الوحيدة الصغيرة،
وبعد ان اعطت الابوه حقها من البكاء خرجت ابنه ابي ذر. اخواني هذه قصه ابي ذر وهذه سعاده ابي ذر هي تسمى الطاقه الحراريه الاولى التي منها وتولدت الطاقات الكبرى والتي تمثلت برجال المماثلين كميس وما يتلوه من حبيب وانصار الحسين وهكذا حتى ان ابا ذر رضوان الله عليه لما مات وبكته بنته يقول خرجت البنت ووقفت على قارعه الطريق وهي تنظر يمنه ويسرى ما ترى الا البيضاء والسماء ولا ترى الا الغيوم التي يزيع يمس وزيع وظلام يتداخل بظلام ولكن حينما ينكشف الغبار قليلا ويسترى قوما اقبلوا تخب بهم رحالهم فلوحت لهم بردائها وكان في ذلك الركب الذي قدمه مالك الاسر النخعي رضوان الله عليه وقد جاء حاجا مع اصحابه ومتجها نحو المدينه المنوره والقضيه بعد الحج حتى انه افضل والقضيه قبل الحج حتى انه اقبل نحو طفله وابو ومالك يقول لاصحابه ما الذي ترونه قال ما نرى الا سواده قال ما هي الا من الانس ولما قال ريحكم هذه طفله لعلها ساقط من ضال او ضال من طريق اعرف المكان هذا منهم يسكن يقول ولما قربوا من الطفله واذا بمالك ينظر الى دمعها الذي يجري والى اثر دمعها على خديها قال يا طفل هل انت ساقط من ضعن هل انت ضال الطريق قالت لا يا عم انا يتيمه ابي ذر من الصالح عجيب انت يتيمه ابي ذر واين هو ابو ذر قالت هذا المتجا بغير غسل ولا كسر ولا دخل لما سمع ذلك مالك قال انا لله وانا اليه راجعون ثم رجع يا اخواني هذه الحادثه وهذه الكارثه هي تستولي على النفوس عاطفيا من حيث لا يشعر الانسان ايها الانسان الذي قد خلقت طاقات العطف والحراره الانسانيه والحزن في قلبك لما تبتعد عن هذه ومن دعاك تبكي وتتاثر ما هي الا كلمات في التاريخ انا اقولها لماذا هذا الدفاع وهذا البكاء على ابي ذر في الحقيقه هذا البكاء الموجود في قلوبكم على ابي ذر هو الاحساس او الاشعاع الروح الموجود في نفوس الطيبين اتجاه المظلومين والمحقين فعلى كل اقبل مالك رضوان الله عليه وجماعته حتى ارسلوا الى ابي ذر فوجدوا الى جهه القبله يقول ميت فبكى عليه مالك قال ابا ذر اني اعرف حرصك على دينك اني اعرف حرصك على نفسك اعلم انني ساغسلك بماء الذي حملته معي احتياطا وساكفلك بثوب الذي نتجتوني امي لاحرم فيه فعند ذلك غسله وكفله ودفنه وتلا عليه ايات الشكر والكلمات الطيبه حتى قال سلام عليك يوم ولدت ويوم مت ويوم تبعث حيا وبعد هذا انتفت للطفله قال يا بني اين اهلك وعشيرتك من اعمامك حتى انا وزيت لا تخرج كثير معك انت امان في عرقي قالت لا تسلني على اعمام وعشيره بل خذني الى ابي الاراضي والايسار ارسلني الى علي بن ابي طالب يقول فاصطحب مالك الطفل معه وبعد ان طلب من مناسك الحج وجاء الى المدينه اقبل نحو دار علي وكان علي خارج الى المسجد يقول على بعد ان راى مالك والطفل الى جنبه فانحدر دمه علي الى الداخل وقال مالك قال نعم قال كانها يتيمه ابي ذر قال له بلى فمسح على راسها وبكى هذا وترى حقيقه مواقفهم مواقف تعطي حسره تعطي حزن تعطي لحنه تعطي الم لكن بهذا الموقف جزاهم الله خير الجزاء بهذا الاتجاه جزاهم الله خير الجزاء لانهم شرعوا لنا السبل واوضحوا لنا الطرق واعطونا هذه الحريه الكامله وهذا النفوذ الواسع وهذه الوسائل الاعلاميه التي يمكن لو نتواكب لها وهذا البكاء الموجود في قلوبكم على ابي ذر هو الاحساس او الاشعاع الروح الموجود في نفوس الطيبين اتجاه المظلومين والمحقين فعلى كل اقبل مالك رضوان الله عليه وجل
فبعثه إلى أبي ذر فوجدوا إلى جهة القبلة يقول بني اتفك عليه ما قال أبا ذر إني أعرف حرصك على دينك إني أعرف حرصك على نفسك أعلم إنني سأغسلك بماء الذي حملته معي احتياطا وسأكفلك بثوب الذي نتجته لأمي لأحرب فيه فعند ذلك غسله وكفله ودفنه وتلا عليه آيات الشكر والكلمات الطيبة حتى قال سلام عليك يوم ولدت ويوم مت ويوم تبعث حيا وبعد هذا التفت لطفله قال يا بني أين أهلك وعشيرتك من أعمامك حتى أنا وديك لا تخرج كثيرك معك انت أمان في عنقي قالت لا تسلني على أعمام وعشيرة بل خذني إلى أبي الأراضي والأيسار أرسلني إلى علي بن أبي طالب يقول فاصطحب مالك الطفل معه وبعد أن طلب من مناسك الحج وجاء إلى المدينة أقبل نحو دار علي وكان علي خارج إلى المسجد يقول على بعد رأى مالك والطفل إلى جنبه فانحدر دمه علي الساخن وقال مالك قال نعم قال كأنها يتيمة أبي ذر قال له بلى فمسح على رأسها وبكى هذا وترى حقيقة مواقفهم مواقف تعطي حسرة تعطي حزن تعطي لحنة تعطي ألم لكن بهذا الموقف جزاهم الله خير الجزاء بهذا الاتجاه جزاهم الله خير الجزاء لأنهم شرعوا لنا السبل وأوضحوا لنا الطرق وأعطونا هذه الحرية الكاملة وهذا النفوذ الواسع وهذه الوسائل الإعلامية التي يمكن لو نتواكب لها ونتعاون مدى الليالي والأيام من أننا نغزو المأمورة بكاملها. فعلى كل هذه واجهة من واجهات أنصار أهل البيت سلام الله عليهم هذا رجل مناصر من أنصار رسول الله وإليك سلة أخبار من أنصار إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه يصعد الإمام علي بن أبي طالب على منبره في مسجد الكوفة ويلتفت إلى أصحابه المخلصين فينظر ويعين من بينهم ميثم السمار رضوان الله عليه قال ميثم قال له نعم يا ميثم قال كأني بك عن قريب ومن بعدي تطلب على جذع نخله ورجلاك في الأرض أول يوم يقطع يداك ورجلاك وفي اليوم الثاني يقطع لسانك وفي اليوم الثالث تطعن بحربة تقضي عليك قال سيدي يا أمير المؤمنين وهذا الذي يجري عليه بسلامة من ديني ودنيا قال له نعم في سلامة من دينك ودنياك ولما نزل الإمام من المنبر أخذ بيده ومضى به إلى مكانه الذي يخلط فيه يقول جاء به الإمام علي ميثم يحدث يقول جاء به الإمام علي إلى نخلة والنخلة على باب دار عمر بن حريث في الكوفة قال شوف هاي النخلة يجي وقيت كيبة ثم تقطع من الناصر وهاي تشنق عليها أنت يقول ميثم والله من ذلك اليوم الذي أخبرني به أمير المؤمنين صرت أحمل الماء وأسقي النخلة حتى قال عمر بن حريث خرجت وإذ أرى ميثم يسقي النخلة فقلت له ما تصنع يا ميثم هذه النخلة ملكك قال بلى لها يوم تتفضل علي أنها ترفعني أي هذا تفضل عليك لازم تكرمه هذه أنا أسقيها قلت له وما عساك وما القصة قال لا عن قريب ستجدني جارك قال والله كنت أظن يريد أن يشتري دار إلى جندنا وما مضت إلا أيام وإذ أرى ميثم مشنوق على هذه النخلة وأقول تقول أقول جارك قال نعم أنا جارك مشنوق أنا جارك على هذه المشنقة فتشوف ميثم رضوان الله عليه بالوقت اللي كان بالحج الإمام الحسين خارج العراق أنا ميثم قتله ابن زياد يوم 20 من ذي الحج يعني قبل عاشور تقريبا 10 أيام هذا كان بالحج شوف منزلة هذا الرجل العظيم شوف هذا الصحابي الكبير شوف إلى منزل عند رسول الله صلى الله عليه وآله ميثم يقول مررت بدار الحسين
بعد ما جاء من حج جاءت المدينة طرقت بعد الحسين خرجت أم سلمة إليه قالت من الطارق؟ هل أنت هيثم؟ قلت لا لا أنا ميثم. قالت بلى العفو أنا أنت قلت أنت ميثم ميثم أنا كنت أسمع رسول الله يحدث عنك عليا في جوف الليل وقد أخبرني رسول الله بأنك تمر في مثل هذا اليوم وأودع عندي طيبا وقال طيبي رأسه ولحيته تفضل هذا الطيب وهذه الأمانة واعلم أنك ذاهب إلى الكوفة وأنت في طريقك هذا تقتل فقال عم الله علم ذلك عندي أين مولاي الحسين قالت رحل أمامك إلى العراق يقول ميثم فأخذته واصل الطريق وعلى أساس ألحق بالحسين فكان الحسين بطريق وأنا بطريق رجل يقول دخلت الكوفة بالوقت اللي دخل ميثم الكوفة يقول وإذ أرى الجند والجيش على عيبه وأرى الناس في أمر مهول فقلت ما الخبر يا جماعة قالوا الخبر ليس راح يضرب دخل هذا استقبالي لا ميثم استماعكم قالوا لا وإنما قبض على ميثم شنو هذا ميثم قالوا هذا الذي يخافه ابن زياد وتهابه الدولة الأموية فقلت يا سبحان الله يقتضي ميثم رجل راح يأتي بقبائل مسلحة حتى يكافح دولة أموية يقول ما كان إلا وأرى الناس يهرعون من خبر قال قبضوا على ميثم كيف يتم قبض الشهود على ميثم يقول أتيت وإذا أراه شيخا منحنيا كذا عجيب غريب يجرون به هذا ميثم يا سبحان الله تبين هذا الرجل ميثم أفكاره لسانه قوله ما له من تشفيط القلوب وما له ثقة عند الجماهير تبين أعظم مما أن يفجر طاقات هيدرولوجية في الحقيقة أو طاقات ذرية فعلى كل دخل على ابن زياد ابن زياد لما رآه قال له أنت صاحب أبي تراب قال بلى أنا صاحب علي واعلم إن هذا اللقب ليس منقطة في أمير المؤمنين وإنما كان يصلي حتى التصق التراب في مصادر ثوبه فأيقظه النبي وقال تجلس أنك أبا تراب قال له وما الذي قال لك علي أن أصنع بك قال أخبرني مولاي أنك تسلقني على جذع نخلة وأن تقطع يدي ورجلي في اليوم الأول وفي اليوم الثالث تقطع لساني وفي اليوم الثالث قطعا بحرفة فأنا أذهب إلى الجنة وأنت مصيرك إلى النار قال هو أنا مصيري إلى النار قال كيف لا يكون ذلك فإنما أنت دخولك في النار تقريبا يتفاعل أولا متولد من الزنا وثانيا ظالم وثالثا تقتل أولياء الله عجيب هاي البطولة والرجولة حتى أنه قال والله إني لا أرى عملا هو أشد مما كان في علي بن أبي طالب ثم أرسله إلى المشنقة وصلب ميثم على المشنقة وبات وجهه يقطر من يديه ورجله لأن قطعوا يديه ورجله عند طفلة صغيرة يقال أنها باتت معه هو على المشنقة وهي الطفلة ويتم أبوها كان يئن من الألم تقول له أنا كيف تجد نفسك قال يا بني إني أجد نفسي كالرخام بين هؤلاء الذباب فكان يتكلم بفضائل أهل البيت ومثالب بني أمية وإلى آخره حتى في اليوم الثاني قطعوا لسانه شوف الإيمان اجوا إلى قالوا لا يفتح فمك لنقطع لسانه يقول فتح فمه وهو يقول الحمد لله الذي صدق وعد مولاي أمير المؤمنين ثم قطعوا لسانه وفي اليوم الثالث طعن بحربه وقتل رضوان الله عليه والآن له القبر وله المزار والزوار وله المعاجز والكرامة الموهوبة من الله سبحانه وتعالى فعلى كل حال هذا من أنصار أمير المؤمنين وأنصار أهل البيت وكذلك ولد دمه وثورته ونهضته رجال مماثلين يذكر المؤرخون ان في يوم من الايام التقى ميثم بحبيب بن مباهر الاسدي يقول لما نظر ميثم لما نظر حبيب الى ميثم قال وان منا رجال يوم يطلبون على جذوع النخل يعني يقول حبيب قال بلى ومنا رجال يوم نرى رؤوسهم معلقه الى لبان الفرس فيطاف بهم من بلد الى بلد ومن مكان الى مكان وفعلا إشارة المن إلى رأس حبيب لأن حبيب لما قطعوا رأسه شدوا إلى عنق الجواز شدوا رأس حبيب إلى عنق الجواز
يقول فكان الجواد منهم في يضرب رأس حبيب برحبته. إذا دخلوا الكوفة يقول الراوي لما دخلوا الكوفة أكو طفل صغير تعلق بنات الزينب وهو يقول كيف حالك يا خالة يا زينب؟ زينب اتحجبت من هذا الطفل من دون أهل الكوفة يجي يسلم عليها خالة شلونك؟ تقول له أنت من هو؟ يقول له أنا ابن خادمكم حبيب ابن المظاهر الأسد. عجيب قال ذاك رأس والد خروان وبلا نظام الفرس. وهذا حبيب البطل صاحب الموقف الحر اليوم اليوم يصل إلى كربلاء. يعني اليوم الصبح يا جماعة الإمام الحسين قد تمر عليه هذا اليوم يوم ثالث بعاشور اليوم أول طلوع الصبح الإمام الحسين جمع حزبه أصحابه قام يقسم الرايات ويا راية العباس ويا راية فلان ويا فلان فرد راية كبيرة عزلها الحسين هاي الراية إما إذا تقدر حاسس راح وياه وتشوف الحسين لما انعزل الراية وكتب الرسالة جابوا بلغت راية فيها مجسمها على فرسانة وحدة البخل خلاها الحبيب الظاهر فورانا للجاب الفزع تسيان ولها الغدر جادوما والاغراق انقلب كلها واهل الشام ملزوما بغت مكتوب للكوفة الحبيب الشايع علومة يقل للا الطلباني هوني اطلعت بظهوني بس توصل بغدراني واللي كاتبت من يوم كل اصبحت خوالة ارسال وجه الحسين من الرسول الحبيب يقل له وان الجني اضمع لي ثاني بشهر محرم وبيها يا حبيب ابني اتلف حابوها المخيم وقامت تجبل الرايات وعلى مخيم تلتم كان منهم علي ديون بهن قاموا يطلبون لله للرجع يردون ابايعهم ومديني واخضع لبن مرجانا وانا تيمتي عيات ابايعهم ومديني وذلا من عقوب عزي وانواع لنهب جيني جسمت بمغ اجرائي على اصحاب وفناديني ومن هل عقب طايا انك يلديك الكفاية اريدك تقب الزاية او تجاهي الدون دين الويرة بيئة سيد الكوالة يا برماهر اللي تريد دنيا واخرة بخصن اي والله وتحضر جلة الباري وبيها يطير لك منزل عجل بالسفر ليا عجل بالسفر ليا اي والله حين يصل مكتوبي ليا بالسفر عجل لا لا بغت تتأخر اخاف من الربع تختار ساعة ويصحف العسكر او يهجم على مخيم لو تشد الحرب نيران كان هاي رسالة الحسين حبيب في المنطقة بالكوفة يقول حبيبي يفكر بزارة او تحكي زوجته يما تقل ما سمعت ابو السجاد حط بكربلا خيمة وابو طارق يجيك اليوم واكتعب من ابو اليمة ومن الطارق على الباب يلبه ويقلب وساب طلع لو شاب بيدك ساب سال الدمعة عيوني بس ما شاف عنوانه أخذ مكتوب بنيمة وقال أطلع من الكوفة
وقالت هذا القضاء اخر مكتوب بالينا وقال اطلح من كوفة اخر ضحي النغم زياد يم من شخصة الشعافة اي والله انا على الاثر هالئ وحبني سيد كوفة وردي فكر الدارة وقامي قال بكارة لبس درعي وبتارة وخاذوا قاد المهر بيه وطل عبده على هالا قال لا اطلع من الكوفة وعن هاي السنين يبعد او لا ترضي نشد لحاد منك لو علي نشد لاحظ غالب وشافي حبيب وفاردي مبعد من شاف بعد عنه من شاف بعد عنه او لا واحد نشد منه حبيب عبده تعنه لبس درعه واخذ سيفه ولاحظ غالب احصانه دار على العبد عين روح انت الهلك منه هذا العبد لما اخذ الفرج اخذ الجواب وراح قدام حبيب حبيبي شوية تأخر يقول هذا العبد قام يخاطب الجواد يقول لا تبتئس يا جواد سيدي اذا لم يأتي اليك فانا اعلو ظهرك وامضي الى نصرة الحسود احنا لما اجى حبيب واخذ الجواد قال لان تروح الالك امضي الى بيتك دار على العبد عينه وانت الهلك منه يقول لليك يا عمي تريد فراقنا منه انت تحصن الجنة وانا ابقى يعمهنا اخذني يا حبيب وياك دون حسين اموت هناك واحضر رحمة الباري وياكم اسكن جنان اخذ عبد حبيب وياك اخذ عبد حبيب وياه يا معلم قطع ذاك البر ذاك البر هو السجاد بن خيمة وعلى الدرب يتفكر تتمثل الصور كان الحسين قاعد في الوقت هذا ويتنوى على الطريقة هذا الدرب حبيب السماء جاء
ترى حبيب رضوان الله عليه بموقفه البطولي بموقف الشجاعة والحماس، وتصور انه يتسلم الراية ويتزعم الانصار الى مواقف مهمة في ايام عاشوراء وفي ليلة عاشوراء وفي يوم عاشوراء. بطبيعة الحال يقال ان حبيب خطب ليلة عاشوراء في اصحابه، قال لهم يا اخوان الصفا ويا ليوس الهيجاء، لماذا طلقتم نساءكم وايتمتم اطفالكم وتركتم دوركم؟ فقال كله من اجل مولانا الحسين عليه السلام وفي سبيل الزد عن حياض ديننا ومبدئنا. قال اذا اصبح الصباح واشتبكت الاسن وحمى الوطيس لم يتقدم الحرب، نحن ام بن هاشم؟ فقال والله لا نرضى غيرنا يتقدم الى الحرب، فنحن جئنا لنفدي ساداتنا بارواحنا، والمفدي للنفس هو الذي يتقدم لانتداء طبيعه الحال. وهذا الخبر سمع به ابو الفضل صلوات الله وسلامه عليه، فعاج عزمه وقال حبيب نحن لا يتقدمنا في الامور احد. قال كذلك سيدي، ولكن في هذه القضية نحتكم عند ابي عبد الله. وجاءوا جميعا الى الحسين سلام الله عليه ووقفوا بين يديه. شنو كان الحكم هنا؟ الحسين يقول المؤمن الموالي قال تبدا صار لو سالت Yeah.
فارخان